طبعا كده خلصنا اخبار النادي الاهلي، بس طبعا يعني قبل الفاصل هنتكلم على موضوع فرع النادي الاهلي في الاقصر، واداره الاشتراكات بفرع النادي الاهلي في الاقصر بتنتظر اعضاء المرحله الاولى، ده في مكتب اشتراكات النادي في مكتبه مصر العامه، هتستكمل بيها اجراءات العضويه والكرنيهات. فده اللي يعني الناس تعرف ان خلاص خطوه ان شاء الله مهم جدا ان يكون كمان النادي الاهلي ليه فرع في الصعيد، وده شيء مهم جدا. يعني النادي الاهلي دايما متواجد في كل مكان، فالاشتراكات الناس مستعده طبعا لفرع النادي الاهلي في الصعيد او في الاقصر.